في الغيرة يا سلوك صح ولا غلط؟ بمواقف مواقف لا. احكي لنا شو المواقف اللي تشوفها صح الغيرة موجودة لازم تكون فيها والمواقف لا. بتخيل انه الاشياء اللي بتمس أنوثة الأنثى أو رجولة الرجل هون في غيرة لازم تكون موجودة، بس في باقي عوامل الحياة لا أكيد. يعني في أشياء بتخص الرجل برجوليته، إذا شاف الست اللي معه عم تتحدى برجوليته هنا لازم في غيرة، إن كان شرقي عربي غربي إيش ما كان في غيرة، بس إذا لا إشي تاني. نفس الشيء البنت، يعني تغار عليه بس تبعد لا تمس رجولته، ممكن تغار عليها بس ما يمس أنوثة. 100% مية بالمية. أشكرك. أهلا. مساء الخير. أهلا. حضرتك متجوز؟ لا والله. كنت متجوز وطلقت؟ فصلي. كنت متجوز وطلقت. متى طلقت؟ اليوم. شو السبب اللي خلاك تطلق؟ والله العقل. العقل الناشف للنسوان. طيب بتشوف يعني كانت تغار عليك كثير، هذا إشي هي إنسانة كثير منيحة. وإنسان أحكي لك حباب لفوق فوق. بس خلص مخي ما ركب مخها. بتشوف الغيرة سلوك صح ولا غلط؟ لا أنا انت غلط. كنت متجوز ومجرب يعني. بقول لك غلط. شو السبب انه غلط؟ السبب انه الغيرة الزيادة غيرة عاطلة، بتصير يعني لقدام شوي يعني خلص. انت مثلا كيف بدي اجيب لك يا مثال، انا تجوزت كملت جيزتي مثلا ماشي وصرنا ببيت لحالنا وهيك، بدي اصير لما اطلع انه كيف بدي احكي لك انه خلص، يعني انه لما ارجع وين كاين مع مين ليش، طب ليش تاخرت، طب وين، وابصر شو انت، لا انت كنت بالمكان الفلاني في عريحه على اواعيك في شعر في ابصر شو، انت عارف معه النسوان هيك هذا، او ممكن انه هاي القصه تسبب الخيانه، بتشك فيك انك خاين. الله يعطيك العافيه. وهذه الغيره. الله يعطيك العافيه. وبنصح كل واحد متجوز يطلق حاليا. الله يمسيك بالنور النبي. انت خاطب متجوز؟ كنت خاطب وفسخت. بدنا نسألك، ما انك انت كنت خاطب يعني عندك خبرة بالنسوان وعقليات اكيد بتشوف كثير. بتشوف الغيرة سلوك صح ولا غلط؟ هسا الغيرة حلوة وبنفس الوقت كمان ايجابية وسلبية، يعني في هيك وفي هيك. هسا الايجابية انه حلوة يعني الغيرة، بس السلبية انه بتفقع المرارة، صح ولا لا؟ بس اشكرك وسألني كمان.